انت اليوم مديره لهذا المكان. نعم. سولفي لي ايش قد عمرك واجيتي؟ كنت عامله اجيت جديده؟ سولفي لي. انا سمعت عنك اكو عمر بس ما صدقت. طبعا ايش قد عمرك اجيتي؟ 9 سنوات مجيت للوظيفه. وظيفه 9 سنوات؟ اي صار لي 40 سنه، يعني هسه عمري 49 سنه. زين 9 سنوات من جابك؟ اجيتي ويا والدتك؟ عن طريق المدارس تعينت. عن طريق المدرسه؟ المدرسه وجدت، يعني هم جو الدائره كانت مركز. نعم. مركز سجاد اليدوي كانوا يفترون على المدارس. أي. يعينون الاعمار الصغار الاحداث. اي حتى الفكره يستوعبوها بسهوله يعني. زين. لان السجاد اليدوي راد يا سنه صابور. تذكرين يا سنه هاي؟ اي اتذكرها. يا سنه؟ تقريبا 76. بال 76 هاي؟ بال 76 انت اشتغلتي وعمرك؟ نعم 9 سنوات. سنوات اهلش قبله وانت عمرك 9 سنوات تشتغلين؟ لا لا. وهاي هذا صعوبه اكو، شلون تعلمتي سولفي لي؟ تعلمنا بسرعه بسهوله، لان الطفل يستوعب اكثر من الكبير. اي اجيتي عامله والان انت مديره؟ نعم. لهذا المكان؟ نعم، لان عندي خبره. منو شلون وقع الاختيار على حضرتك؟ يعني مقياس الكفاءه ولا مقياس القدم ولا الاثنين ولا شو؟ لا خبرتي اكثر شيء يعني. نعم. خلتني لهذا الدور يعني. نعم. فيعني واتعامل بلطف مع يعني الكادر اللي موجود. صحيح تعامل وياكم بلطف؟ اي بناتي واخواتي يعني. وين صاحبتي؟ هاي صاحبتي. نعم. تعرفون لي صاحبتي صح؟ اقول كتلك هي طبعا. تعال تعال هنا والله ما اقول. رواتبهم كلش ضليله يعني، بحيث ما تكفي يعني المعيشه مالتهم، ولا خطوره، معاناة العمل طويلة، ساعات العمل كلش طويلة نعانيها يعني 7 ساعات من ساعات. نعم. احنا فد عمل يعني. زين انا عرفت اكو ارض مخصصة. نعم. لحضراتكم. نعم. هذه الارض يعني اكو مصداقيه لهذا الموضوع؟ الارض صحيح مخصصه لكم؟ اي نعم. وين وصلت؟ ليش تاخرت؟ شنو المعركه حتى احنا نتابع بدورنا؟ هي ارض مخصصه لنا وصار لها سنين يعني. اي ورست على تصير سكني. نعم. وكل شيء الاجراءات، كل الاجراءات كملت. نعم. بعد يعني هذا المرور الفتره يعني احنا مو قانونيا حتى نعرف هاي الاشياء. نعم. احنا ناس فنيين وانتاجيين. عندكم ورقه تثبت انه هذا تخصص لكم؟ اي نعم. عندكم ورقه؟ نعم وعندنا وكل جانبي نتابع الموضوع ان شاء الله. ايه تعالى وكل جانبيها. نعم. ايه اذا مثلا اكو بيها تخصيص مالي ممكن يتعرقل، يجوز بانتظار الموازنه تعرفون شويه تاخرت اكيد. كل اي كل ايه كل الامور تاخرت يعني. ايه يعني كلهم يعني اعمارهم على وجه تقاعد يعني ينتظرون يقولون 30 سنه و25 سنه. نعم. قدمنا تضحيه. نعم. عملنا يعني نظرات وفقرات وكل شيء يعني اللي بسوا. اي كل شيء الاسباب اللي عانوها عانوها. شكلكم تقولون يعني نظر ونظر والله. يعني نظركم هاي كل شيء خبر كل يستعمل نظاره مال قرب. زين ان شاء الله تعالى هاي توصل مطالبكم.